عالم الروبوت بيحصل فيه تطور كبير كل يوم، وبقى دور الروبوت دلوقتي مش بس انه يساعد البشر، ده كمان بقى بيقوم بكل الادوار اللي بيعملها البشر، نبتدي من اول العمليات الجراحيه لغايه ما بنوصل لتقشير الخضار والفاكهه. هل هتقدر الروبوتات تنافس البشر في اجراء بعض الاعمال المنزليه اللي بتقوم بيها ست البيت زي تقشير الخضروات والفاكهه وطبخ الاكل؟ الموضوع ممكن يكون سهل على السيدات لكن مش سهل على الروبوتات، لكن في نفس الوقت في مجموعة من العلماء اليابانيين قالوا لا، الروبوتات تقدر تنفذ الموضوع ده وبكل سهولة. الباحثين دول طوروا مجموعة من الروبوتات ودربوها على تقليد سلوك البشر لحد ما نجحوا في تقشير ثمرة موز خلال 3 دقائق. واحد من الباحثين نفذ التجربة وجاب عدد كبير جداً من ثمر الموز وقعد يدرب الروبوت على تقشيره، لدرجة إن عملية التقشير فضلت لحد 13 ساعة، وده اللي خلى الباحث يبسط المهمة شوية على الروبوت وخلاه يقسم ثمرة الموز ل9 مراحل، لحد ما أصبحت عملية التقشير بتتنفذ في 3 دقايق بس، لدرجة إن وإنت بتتفرج عليه تحس إنه بيقلد سلوك البشر. وبعد كده الباحثين في عدد كبير من بلدان العالم بقوا مسخرين وقتهم ودراستهم في تطوير الروبوتات وتعزيز خدمتها خلال السنين اللي جاية، وده فعلاً اللي ظهر بقوة خلال فترة تداعيات فيروس كورونا، ومن وقتها وبدأنا نشوف تطور علمي غير مسبوق في صناعة الإنسان الآلي.